طب بعد اذنك كابتن، لا اتفضل. سريعا بس هنروح لدكتور النادي الاهلي دكتور احمد جاب الله، ولقاء مع مراسلنا فاروق صلاح للاطمئنان على امام عاشور. من جديد ده بجد التحيه بكابتن ايمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان مصر كلها وكل جماهير النادي الاهلي طبعا الان على امام عاشور، والجميع عايز يطمن على حاله امام عاشور. اللي يعني خلينا نطمن بشكل اكتر مع الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. دكتور احمد ده برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. السؤال الاول والاهم، طمنا على حاله امام عاشور، الجميع في حاله قلق، كلنا شفنا شكل اصابه امام عاشور، التاثير على امام عاشور، طمنا وحطنا في الصوره دكتور احمد. الحمد لله اولا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والحمد لله احب اطمنكم على امام. يعني هو اتعرض لكدمه جامده شويه في الساق، اسفل الساق وعند الكاحل. الحمد لله عملنا له اشعه وطمنا عليها، ويعني يعني مده الغياب ممكن ما تعداش ان شاء الله 10 ايام او 8 ايام باذن الله. 10 ايام الحمد لله يا دكتور، شفنا التاثير، صوره امام عاشور خلعت قلوب بكل جماهير النادي الاهلي باذن الله نتعامل معها بشكل سريع ويرجع في اقرب وقت ان شاء الله للفرقه. سرعه التعامل مع الاصابه، احد افراد الجهاز الطبي دكتور عبد المجيد مع حضرتك خد اللاعب وراح المستشفى، ايه التفاصيل اللي تمت في المستشفى هناك يا دكتور؟ الحمد لله هو راح طلع باللاعب على اقرب مستشفى لينا، وكان في تواصل حتى واحنا على الدكه على نوع الاشعه اللي هنعملها، وبلغني بيها والحمد لله انا اطمنت عليه من قبل ما يوصل. هو لسه واصل، واحنا اصلا عندنا دلوقتي يعني زحمه شويه، عندنا حفله تجهيزات. هو بس الحمد لله اطمنا عليه وفحصه كويس، بس يعني هي مده الغياب ممكن من 7 ايام ل 10 ايام، والحمد لله بنبدا النهارده بدا العلاج على طول معانا. انا بقى هتكلم عن التجهيزات اللي بتتم بعد المباراه، وعندنا طبعا انت عارف ان مجموعه من اللعيبه الدوليه خلاص هتضم لمنتخباتها الوطنيه، يبقى عندنا سفر لتنزانيا، في تطعيمات طبعا بتتم في افريقيا برضو، يعني قربنا من الصوره دي يا دكتور، وعارف ان حضرتك قدرت ان انت يعني تنظم هذه الامور لبعثه النادي الاهلي. الحمد لله احنا يعني موضوع ضغط الماتشات وما عندناش وقت، فنسقنا الجزء ان في تطعيمات تتحدد قبل السفر، خصوصا ان احنا النهارده هيبقى اول اخر تجمع بيننا مع اللعيبه، خصوصا هيبقى في فتره اجازه، تجمعنا مع اللعيبه وخصوصا بالتنسيق برضو يعني الدكتور محمد ابو العيله انا مبلغه الاجراءات اللي احنا هناخدها. التطعيمات بسيطه بس بحيث ان اللعيبه الدوليه واللعيبه لما تتجمع يبقى قبل السفر بيوم او يومين كلنا جاهزين اللعيبه تتمرن ونسافر باذن الله لتنزانيا. يعني اخيرا مش هطول عليك، عمرو السوليه، محمود متولي، صلاح محسن، كريم نيدفيد، اقرب اللعيبه اللي تكون موجوده معانا ان شاء الله خلال بطوله السوبر او بدءا من مباراه سيمبا التنزاني. بطولة السوق سيمبا التنزاني يعني صعب، بس اقرب لعيبه باذن الله كريم نيدفيد وصلاح محسن باذن الله. النهارده سبب برضو غياب كريم فؤاد، يعني شفنا كريم فؤاد غاب النهارده، برضو طمنا وطمن جماهير النادي الاهلي على كريم فؤاد. هو امبارح اول ما جه النادي كان اتعرض بشكوى في الضمه يمين، تم فحصه وعملنا له اختبارات، قررنا عدم مشاركته في التمرين، وبالتالي طلع بره السكور اللي طالع المعسكر، وعملنا له اشعه ويعني كان فيها شده من الدرجه الثانيه. ان شاء الله يرجع في اقرب وقت باذن الله. شكرك يا دكتور احمد، ونتمنى لك التوفيق وسلامه لكل لاعبي النادي. شكرا جدا. كابتن ايمن طبعا كان مهم جدا ان احنا نطمن كل جماهيرنا جمهور النادي الاهلي على اللاعب امام عاشور اللي زي ما صرح لنا الدكتور احمد جاب الله وطمنا وطمن كل جماهير النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.